مهم ان احنا نسمع حازم امام اليه اول رد فعل لحازم امام بعد الفوز. فرص الاهلي انها اكتر، واللعيبه بتاعت الاهلي مركزه اكتر. شايفه ده صراحات استفزازيه يا كابتن حازم، استفزت لعيبه الزمالك؟ متهيألي وريح وخليت لعيبه الاهلي تريح شويه، خلي بالك برضه يعني هتبقى التقطيع طبعا ده مش مستوى الاهلي برضه، خلي بالك مش ولا حتى لعيبه الاهلي مستوى الطبيعي في الحته الهجوميه يعني. فانا متهيألي التصريحات دي كلها خلت لعيبه الزمالك متصارعه بشكل كبير، وخلت لعيبه الاهلي نوعا ما ريحت، خصوصا لما جو الجون بدري او الشوط الاول، فخلت الامور تهدى شويه بالنسبه لهم. ده مش الاداء بتاع الاهلي، وده يمكن الزمالك الشوط الثاني يعني كان احسن بكتير في الفتره دي بصراحه. ده اول تصريح للكابتن حازم امام، الكل رايح لنفس المربع يا جماعه، الكل رايح لنفس المربع، التقليل من الزمالك والذي جاء بالضربه الكبرى على الاهلاويه في خساره هذه البطوله. الكل رايح لنفس المربع ونفس الكلام. بالاضافه يا كابتن حازم امام، موضوع الصدمه اللي خدوها الاهلاويه في موضوع صدمه سلبيه في موضوع يحيى عطيه الله، لانه يعني مش عشان الهدف، لا هو يعني لم يكن موفقا بكل ما تحمله الكلمه من معنى، و يعني حتى الان صفقه صادمه يعني حتى بالنسبه للاهلاويه. وفي نفس الوقت الصدمه اللي خدوها الزملكاويه من الكلام اللي اتقال في الاعلام ان محمود بنتايج سيء، يعني برضه ما نقدرش نحكم من مباراه، ولكن برضه بنقول اللي بيتقال. فكابتن حازم، التصريحات اللي قللت من الزمالك بأيدك فيها، ولكن ضيف عليها صفقات الأهلي كانت سلبية وصادمة، وصفقات الزمالك اللي كانت في الملعب كانت إيجابية ومبشرة. والزمالك هبش 2 مليون دولار هيبني عليهم موضوع تاني. كمان يا كابتن حازم عايز اقول لك على حاجه مهمه، النهارده الزمالك يا كابتن حازم امام عمل حاجه نكدت اكتر على الاهلاويه، انه الزمالك منح ريال مدريد هديه كبيره جدا بعد التتويج النهارده. ليه؟ لان هديه الزمالك لريال مدريد ان النادي الاهلي عنده 26 لقب قاري، و السوبر الافريقي لو فاز فيه على الزمالك كان هيبقى 27 بطوله، وكان هيبقى الفارق بينه وما بين ريال مدريد 4 ألقاب بدل 5. فالنهارده الزمالك اهدى الحبايب في ريال مدريد الحفاظ على الفارق. الاهلي 26 بطوله قاريه، 12 دوري ابطال، و8 بطوله السوبر الافريقي، و4 بطوله كاس الكؤوس، ولقب كأس الأفرو أسيوية، ولقب واحد كونفدرالية. كان الفارق بينه وما بين ريال مدريد 5 قبل المباراة دي، بعد المباراة فضل 5 زي ما هو، وكده هدية بعتها الزمالك يا كابتن حازم إمام على الهوى لريال مدريد. كمان في كلام كتير جدا برضه، كلام للكابتن حازم إمام، كلام كتير جدا يا كابتن حازم، ان الزمالك هيلاعب ريال مدريد بعد الفوز على الاهلي. في تواصل حصل ما بين الناس في الوطن، موقع الوطن، ومصدر مسؤول بالمكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي بشان اقامه مباراه بين الزمالك وريال مدريد بعد تتويج الزمالك بالسوبر الافريقي على حساب النادي الاهلي. الأنباء دي ترددت بقوة إن الزمالك هيلاعب ريال مدريد لو فاز على الأهلي أو خد السوبر. الوطن لما سألوا حد مسؤول في المكتب التنفيذي في الكاف، قال هذا كلام لم نتحدث عنه نهائيا ولا أساس له من الصحة، ولا يوجد أي شيء يخص لقاء بين الفائز بكأس السوبر الإفريقي وريال مدريد نهائيا خلال الفترة القادمة، ولا تكلمنا فيه في الفترة الماضية، ولم يكن هذا الأمر على طاولة اجتماعات الاتحاد الإفريقي نهائيا، وأي كلام غير كده ما نعرفش عنه حاجة. حتى في اجتماعات الاتحاد وهيئة الترفيه تحدثنا في أمور تتعلق بالإنتركونتيننتال، ولكن حتى الآن نستطيع القول بأن لا شيء موجود، وحتى لو فكرة لم نطرحها. فالمهم مبروك يا كابتن حازم،
وكنت يعني كالعادة متألقا